ويريد في الأرض
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في فالتقطه آل فرعون ليكون له عدوا وحزنا إن وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وعنك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك
لا تقتلوه وأسيره
وهم لا يشعرون. لا تقتلوه
وقالت لأخته قصيه فبصرت به
ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ربنا يمدلنا في عمرك ألف سنة عم تجيب الصف الله
وكذلك نجزي المحسنين. 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 ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى Come on.
اقعد يا جدع انت. الله. الله يزيدك يا رب. الله يعمنا ويحفظنا. الله يكرمك. الله يسعدنا. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. خائفين
فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك ترجمة
فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو له قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فوق
خرج منا خائفا يترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء قال عسي ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ فثقيلهما ثم تولي إلى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. ووجد من امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟
قدامي دبلك هوضح امر الله فيك. كمان كده وبالتالي كمان كده الواد الغلط. هقول لك ايه؟ فسقي لهما ثم تولي إلى ولما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يبارك لي فيك يا شيخ مصطفى ودايما يا رب دايما. اه يا روحي دايما لما هتجنن يعني هعورك انت وخلاص وجيبك انت. اه يا كده بقى. اه يا روحي ليك مش كده تاني ليك مش كده تاني. الله يرضى عليك يا رب يكرمك. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ولما من الناس يسكن
يكون. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، قال ما خطبكما، قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني بما أنزلت إلي من خير فقير. ولما ورد ماء مدين وجد عليه من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان
ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجيءته إحداهما تمشي على استحياء
وكمان كده وكمان كده. كده كده عشان يبقى كده بقى. فجيك احديكما تمشي على استحياء. فجيئته إحداهما تمشي على استحياء أبو وقص عليه
قالت إحديهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي. Oh,
والنهار إذا جلى
ولا يخاف عقباها.
ليا ليا نبقى ليا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد الحمد لله وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.